اصوات من بلد بيفرح لما تلاقينا مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا وحلقه جديده وبرنامجنا اصوات من دهب. حلقه ان شاء الله باذن الله نستمتع فيها مع كل صوت جميل، مع كل شاعر جميل، مع كل قارئ جميل، مع كل مبتهل جميل. ان شاء الله باذن الله هيكون اصوات من دهب معاكم متنوع. ان شاء الله هيبقى في حلقات اصوات من دهب مع القراء والمبتهلين، هيكون معاكم أصوات من دهب طبعا مع الشعراء والنجوم في مجال الطرب، ويعني إن شاء الله بإذن الله يعني هتشوفوا تطور إن شاء الله ملحوظ لبرنامجنا أصوات من دهب مع طبعا مخرجنا الجميل محمود النجار. وطبعا هذا البرنامج طبعا برعاية شركة مصر البلد للإنتاج الفني والتوزيع، اللي دايما بتسعى إنها تقدم لكم أصوات جميلة، والأصوات الحلوة إن شاء الله بإذن الله هتكون طبعا في رعاية الشركة إن شاء الله بإذن الله أولا بأول. عاملين فقرة جميلة جدا للي هما طبعا بعاد عنا ما يقدروش يوصلوا لنا، اللي هو مثلا في السلوم أو في الغردقة أو في أسوان، بنقول لك ما تزعلش، بنقول لك ما تزعلش، إحنا هنعمل لك فقرة اسمها فقرة على الموبايل، يعني فقرة هتسجلها برضو بصوتك وصورتك هتكون ظاهرة معانا، ورقم تليفونك أيضا هيكون ظاهر معانا، وكأنك برضو مشارك معانا في برنامجنا أصوات من دهب. طبعا هتستفسر أنك هتتصل طبعا على الرقم بتاعنا اللي هو ظاهر قدامك على الشاشة، وإن شاء الله بإذن الله جبنا الموافقة ليها من رئيس القنوات. فدي بشرة سارة اللي هم طبعا بعاد عننا، فقرة على الموبايل، فقرة جميلة بيمتاز فيها كل اللي جاي لنا هنا الاستديو. معانا طبعا صوتين إخوات وهم من أهل القرآن ومحبين للقرآن الكريم، بارك الله في والدهم ووالدتهم وجدهم وكل عائلتهم، آمين يا رب العالمين. صوتين جمال كده، وإن شاء الله بإذن الله نعمل لهم الترحيب الذي يليق بهما، وهنقول لهم معتز وأحمد من أهل القرآن وبيتهم، يا ربي نور بالإيمان. ازيك يا معتز؟ الحمد لله. وازيك يا أبو حميد؟ الحمد لله. مين الكبير بقى؟ أنا أحمد. بجد؟ وأنت؟ معتز. معتز، اتنين إخوات طبعًا، مين أكبر من مين؟ أنا أكبر من معتز بسنتين. يعني أنت عندك كام سنة؟ عندي 12. يا 12 ألف سنة؟ 12 سنة. 12 سنة، وأنت عندك كام سنة؟ عندي 10 سنين. 10 سنين، تمام. النهاردة طبعاً هنسمع منكم لواء جميلة. ماشي. هتسمعونا إيه بقى؟ سورة الشمس. طيب، نقول بقى يعني حاضر معانا الحلقة وإن كان مش ظاهر معانا على الكاميرا، عمو الشيخ مين بقى اللي معانا؟ عمو إبراهيم. عمو الشيخ إبراهيم. طبعا مش كده ولا ايه؟ تحبوا عم الشيخ ابراهيم؟ نعم. الشيخ طبعا ابراهيم صابر هيكون معانا قريبا ان شاء الله باذن الله في برنامجنا اصوات من ذهب، وهتسمعوا صوت ما حصلش ان شاء الله باذن الله. نتمنى له التوفيق يا رب ان شاء الله من خلال برنامجنا اصوات من ذهب، وهو من الذين يقرؤون القران من قلوبهم. طبعا ربنا يعمر بيتهم بالايمان ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي ان شاء الله مشاهدينا متشوقين ان هم يسمعوا من القراء الجمال دول حاجه، وطبعا تليفونهم ظاهر على الشاشه اللي طبعا نحتاجهم في امسيه او في ليله جميله ان شاء الله باذن الله بيبادر بالاتصال بيهم. هتسمعونا ايه يا اولاد؟ سوره الشمس. سوره الشمس. اذا مشاهدينا الاعزاء مع سوره الشمس مع الطفلين الجميلين احمد ومعتز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
الثانية يلا. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله وسقياها. ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. طيب هناخد واحد واحد. هنوريكم حاجه يا مشاهدينا الاعزاء. طبعا هم اصوات بسم الله ما شاء الله واعده وجميله جدا، وان شاء الله باذن الله هم هيجوا لنا برضو الدوره التدريبيه ان شاء الله باذن الله، وهيستمتعوا بيكم وان شاء الله باذن الله. وطبعا اللي عاوز يطلبهم في اي امسيه هم عندهم الكثير من الاناشيد والقران وكل شيء. لكن انا هقول حاجه هم هيقولوها ورايا. هنبدا باحمد وبعدين معتز زي ما احنا ماشيين كده مع مخرجنا الجميل. هنقول يا احمد كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا. مشاهدينا الاعزاء حابين نعمل معاهم الشكل الجميل ده ونقول لكم ان الاساس هو الودن الحلوه، والودن الحلوه دي لما تكون بتستجيب فهو ده شكلنا العام. طبعا في تدريب اصوات ان شاء الله باذن الله هيكونوا من كبار القراء وايضا من كبار المنشدين، وان شاء الله باذن الله هم على اتم استعداد. كل واحد منهم بيقرا طبعا لوحده، لكن التجربه دي النهارده عملناها كده، ونوعدكم ان شاء الله باذن الله ان هم يبقى في حلقات قريبه معانا بقى هينشدوا وهيقولوا حاجات حلوه خالص، ولكن دي هي اول بدايه ليهم في برنامجنا طبعا اصوات من ذهب مع القراء. وان شاء الله باذن الله للتواصل معهم طبعا تليفونهم ظاهر على الشاشه، هيمتعوكم بجو حلو جدا وادعيه حلوه، وان شاء الله باذن الله لازم تشجعوا اهل القران يا مشاهدينا في لياليكم الجميله. اي مناسبه حلوه ابداوها بالقران. مشاهدينا الاعزاء خلصت فقرة؟ لسه فيه فقرة جاية، استنونا شوية. أصوات من ذهب بفرح لما تلاقيه. ورجعنا تاني وكأننا ما بعدنا ثواني مشاهدينا الأعزاء، وفقرة جميلة وبرنامجنا أصوات من ذهب مع فقرة الشعر. فقرة الشعر هي من الفقرات الجميلة والمحببة. عندنا أيضا في برنامج أصوات من ذهب هيبقى مع النجوم، بمعنى النجوم اللي لهم كليبات نزلت قبل كده. معنا طبعا الأستاذ محمد نادر على آلة الأورج، وإن شاء الله بإذن الله بنعمل حلقات جميلة تعجب الأسرة المصرية والعربية أينما كانت. بنقول لكم إن في فقرة جميلة برضو أيضا استحدثت، هي فقرة عن الموبايل. لو أنت مثلا من مكان بعيد، أسوان أو البحر الأحمر أو السلوم أو سينا، عمل لكم فقرة جميلة اسمها على الموبايل. يعني أنت هتصور نفسك الفقرة على الموبايل وهتبعتها من خلال الواتس، اللي هو طبعا يا اما هيكون خاص بمحمد الحسيني او الاستاذ محمود النجار المخرج. هقول لك ازاي نعمل الموضوع، وان شاء الله باذن الله هينطبق عليها نفس الشروط بتاع برنامج اصوات من ذهب، هينطبق عليها نفس الشروط.
شاعرنا الجميل اللي معانا هقول له شاعرنا الجميل عم مجاهد ابو عميره حسن السلوك والسيره. الانسان دايما ملوش الا سيرته الحلوه. طبعا يا استاذ. كده طبعا يا استاذ. والسيره الحلوه هي اللي بتجمع الناس. طبعا يا استاذنا طبعا. قول لنا بقى بمناسبه السيره الحلوه، يعني انت مجهز لنا النهارده يعني حاجات حلوه قوي نسمعها ان شاء الله. اول حاجه هنسمعها منك ايه يا عم مجاهد يا ابو عمير؟ اغنيه سعادتك اسمها حبي الوحيد. اتفضل. حبيبي انا روح قلبي انا حياتي انا حبيبي قول لي ايه اللي غيرك مني، وليه انا اقرب وانت بتبعد بعيد عني، وليه انت دايما في بالك وبالك انت في بالي وبالك انت مشغول عني، وكل ما بص في عيونك اوام على طول بتهرب مني. حبيبي انا هسألك سؤال طعمه مر على لساني، لكن جوابه هيريح قلبي ووجداني. لو في حياتك يا حبيبي حب تاني عرفني قولي، وانا هنسحب من حياتك في ثواني. ما هو مش سهل على الحبيب يلاقي حبيبه مشغول بحب تاني، حب يجرح قلبي وجرح القلوب مالوش دواء، وده مش كلامي ده كلام اهل الهوى. فيا حبيبي او يلي كنت من لحظة حبيبي، انا هتمنى لك السعادة مع حبك الجديد، اما انا هعيش على ذكريات حبي الوحيد، حبك انت يا حبيبي او يلي كنت من لحظة حبيبي. احسنت والله جميل، الكلام تلقائي حلو يا عم مجاهد، وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. ودايما كده نسعى بالنماذج الحلوه اللي زيك. قول لنا انت بتشتغل ايه يا عم مجاهد؟ شغل حر. شغال عمل حر يعني؟ عمل حر. ربنا يوفقك يا حبيبي ان شاء الله كده، ودايما يا رب من عملك ومن دراعك ومن ايدك يطلع لنا كلمه حلوه واحساس جميل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ومشاهدينا الاعزاء طبعا احنا بنشجع الناس اللي زي عم مجاهد كده، اللي هم اصحاب كلمه حلوه، ممكن يكون عامل بسيط، ممكن يكون فلاح بيزرع في الارض، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون طبيب، ولكن جواه كلمه حلوه مش بتموت. مشاهدينا الاعزاء مع مخرجنا المبدع محمود النجار نجرو بنقول لكم خلصت فقره، لسه في فقره جايه استنونا شويه. اصوات من ذهب بتفرح لما تلاقيه. ورجعنا تاني وكاننا ما بعدنا ثواني. مشاهدينا الاعزاء وبرنامجنا اصوات من ذهب الجديد عندنا في اصوات من ذهب، طبعا لمشاهدينا الاعزاء ان اصوات من ذهب بقى للمحترفين. يعني ايه المحترفين؟ يعني طبعا الشاعر طبعا اللي له كليب في السوق، او صاحب كلمه عاليه يصلح انها تغنى، او مطرب يكون له اعمال سابقه، كل دول معانا في برنامجنا اصوات من ذهب مع المحترفين. اما مسابقه غني لي فهي طبعا للسن طبعا الصغيره اللي هي سن 18 سنه، وطبعا شركه مصر البلد للانتاج الفني والتوزيع بترحب بيكم دايما في برامجها اصوات من ذهب او مسابقه غني لي. معانا طبعا شاعر من الشعراء اللي هم ليهم كلمه حلوه واحساس جميل، وهقول له محمد عبد العاطي في قلبي أساسي مش احتياطي. تحب لما تخش فريق تلعب أساسي ولا احتياطي؟ لا أساسي. أساسي؟ وفي قلوب الناس عايز تكون إيه؟ والله أساسي ولا احتياطي؟ لا أساسي طبعاً. طيب أستاذ محمد طبعا مع المبدع النهاردة معانا محمود النجار، هنسمع منك حاجة بقى. هتسمعنا في الأول إيه؟ والله يا أستاذ محمد في قصيدة بعنوان مستحيل أنساك، وأنا عندي ثلاث قصائد، فدي أول قصيدة هقولها إن شاء الله. وأنا مش قادر أنساك إن شاء الله. صدق. تمام. مستحيل أنساك وأبعد عن دنياك، هوايا عاشق هواك، كل لحظة حلوة بتفكرني بيك، كل لحن غنوة بيقربني ليك، وتقول أنساك مستحيل أنساك،
كل لحظة حلوة عشناها سوا ليها في قلب ذكرى تجدد فيا الأمل لبكرة وتقول أنساك. يا حبيبي الحب ده أمانة له في القلب مكانة بيه ننور دنيانا عالي فوق السحاب مجمع الأحباب بعيد عن الإهانة. وتقول أنساك وابعد عن دنياك أنا كل ليك قبلك لا عشت ولا حبيت ولا بقصة حب انتهيت ولما راودني الأمل ارتضيت. وتقول أنساك وابعد عن دنياك أنسى قلبي أنسى روحي أنسى سحر عينيك. وتقول أنساك وابعد عن دنياك مستحيل أنساك. لو يوم الكون ملات الغيوم والقلب بات مهموم ما يدفيني غير قلب حنون هو قلبك قلبك انت مستحيل أنساك وابعد عن دنياك. الله 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 يكرمك. اللي جاية ايه؟ القصيدة اللي جاية بعنوان الدنيا بشبهها بصبية حلوة اسمها الدنيا. قصيدتي اسمها الدنيا ان شاء الله تنال اعجابك يا استاذ محمود واعجابك للساده المشاهدين. يعني بقول فيها الدنيا في عينيا حلوه ومن قد حبها في قلبي لحن غنوه وبهتف باسمها كل نظره ليها بتغالف مهرها قدامي صبيه حلوه وفرده شعرها كل اللي عاجبني فيها جمالها وسحرها ولو يوم عطشان تسقيني من يمها وتاخدني بالأحضان ومين زيها تقابلني بالابتسامة وده كله من أصلها يا محلى الشفايف لما عيني تنظر لها هي عندي بالدنيا دي كلها. اللي بعدها ماشي إن شاء الله دي بعنوان تحت عنوان أجمل عيون. بقول فيها أجمل عيون شفتها هي عيون حبيبتي ما شفت تاني أختها وفي قلبي سهام صابتني قلت يمكن بعدها ألاقيكي تاني أنتي ومن غيري أقدر مهرها وبالأحضان خدتني ومن شدة دهاها ومكرها وبابتسام خفيف قالتلي هترجع تاني لأهلها ويا قلبي ليه فاتتني قلبي غيري حبها وبسرعة غير فكرها قلبي غيري حبها وبسرعة غير فكرها ولا الأحلام خدتني وتاهت سفنتي أجمل عيون شفتها هي عيون حبيبتي. أجمل عيون شفتها هي عيون حبيبتي. إن شاء الله أجمل عيون شفتها هي عيون حبيبتك. وأنت متزوج؟ متزوج الحمد لله. أكيد بتقولها لها كل يوم؟ ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب ان شاء الله في زوجتك واولادك. ودايما لغه العيون هي لغه جميله جدا واسالوني انا. مشاهدينا الاعزاء خلصت فقره لسه في فقره جايه استرونا شويه. اصوات من دهب بيفرح لما تلاقي. مشاهدينا الاعزاء طبعا معانا صوت جميل وهو قارئ على اعتاب الاعتماد في الاذاعه المصريه. وقارئنا الجميل ان شاء الله باذن الله له طلع على الشاشه وبإذن الله هيكون لنا لقاء طبعا معه ومفاجأتنا طبعا هيكون لنا لقاء مع اللي طبعا عرفنا بفضيلة الشيخ وهما من مطروح. ولما نقول مطروح بنقول محافظة جميلة جدا ويعني كما قيل يا ساكني مطروح المية في بحركم. قارئنا الجميل هقول له قارئنا الجميل الشيخ عمر الزامل للقرآن دايما عامل. طبعا هو عامل على تلاوة القرآن الكريم وحريص انه بإذن الله يسعدكم يا مشاهدين الأعزاء طبعا للتواصل مع فضيلة الشيخ عمرو الزامل. وهو طبعا من عائلة الشيخ حمدي الزامل بقى للهوات بقى اللي هم متابعيني يقولون يا حسيني قول لنا الشيخ حمدي الزامل. صح صح هو من نفس العائلة وإن شاء الله بإذن الله عائلة تمتد جزرها
ولحافظة القرآن الكريم، وربنا يبارك فيه يا رب. إن شاء الله هنستمع إليه، وبعد كده طبعا هنشوف قصة اللي جابوا لينا القناة طبعا مع الشيخ عمرو الزامل اللي هو باين قدامكم على الشاشة، ولو ابتسامة جميلة، واحنا الاثنين طبعا باينين سوا، ده حاجة للتاريخ. إن شاء الله ربنا يكرمنا يا رب بإذن الله، ونكون دايما مع أهل القرآن في بداياتهم المتألقة إن شاء الله بإذن الله. وهو طبعا يمتن بالوفاء لمحافظة مطروح، ولكنه هو برضه من الدلتا. هنستمع إليك بقى كده ونستمتع بتلاوة جميلة إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم السماوات والأرض بقادر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الستار شريف الفردي من محافظة مرسى مطروح. أنا سعيد جدا جدا طبعا اليوم أني قدمت أخي وصديقي الشيخ عمرو الزامل، وأنا فيه خادم أهل القرآن، وكل من له موهبة فليتقدم لهذا البرنامج الجميل على قناة مصر البلد. والقائم على هذا البرنامج الأستاذ محمد الحسيني جزاه الله خيرا، وهو خادم لأهل القرآن، ولكل من له موهبة فليتقدم ويتصل على الأرقام الظاهرة على الشاشة. الأستاذ محمد الحسيني. أصوات من بلد نفرح لما تلاقينا، أصوات